هنا اه لا لا ليه هو لا ليك احسن اللي انت عايزه مفيش مشكله بس اتكلم. اهلا بحضرتك استاذ محمد الدقاق معانا في تحية مصر النهارده. كنت عايزه اسالك شويه عن مسلسل حد فاصل، ويعني اتكلمنا عن دورك فيه. اول حاجه منورنا النهارده. مسلسل حد فاصل هو زي ما استاذ تامر قال، هو حد فاصل في حياتنا سواء خيرا او شرا. تجربه بالنسبه لي مختلفه، اول مره بلعب شخص جاي من اصول ريفيه بينزل يشتغل في القاهره في كومباوند، فبيحصل حاجه يعني بتورطه، فبيتدبس خلال 5 حلقات مع التجربه. طيب هنشوف لحضرتك اعمال جايه في الفتره الجايه باذن الله. من غير حضرتك ليه؟ انا اخوك. ان شاء الله عندي فيلا 101، وبيتعرض حاليا مسلسل نصيبي واسمتك، حدوته حلوه اللقطه، وعندي ان شاء الله نقل عام مع استاذ عادل اديب باذن الله. طيب حضرتك هتدخل ان شاء الله السياق الرمضاني بتاع 2022 ولا لا؟ والله ان شاء الله ليه لا، ان شاء الله اكون موجود يعني. لحد دلوقتي لسه ما فيش اي حاجه، بس ان شاء الله يعني اكون موجود.